السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يكلأنا بالرحمة والمغفرة والرضوان. موضوعنا أيها الأحباب الكرام مشروعية صلاة التراويح. صلاة التراويح هي من السنن التي سنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية في شهر رمضان الأبرك، وتسمى بهذا الاسم التراويح لأن المصلين كانوا أول ما اجتمعوا عليها يطيلون ثم يجلسون للاستراحة، يستريحون بين كل تسليمتين أو يجلسون للاستراحة فيها بعد كل 4 ركعات، ومن ثم سميت بصلاة التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها بالمفصل بالأحزاب والسور الطويلة. وهذه التراويح لها فضائل كثيرة وعظيمة لأنها سبب لمغفرة الذنوب ولرضا الرحمن عز وجل. ففي الحديث النبوي الشريف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، هكذا تقول أم المؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. قيام رمضان أمر مرغوب لكن من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ليس هناك شيء مفروض. كان يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم. فصلاة التراويح سبب لمغفرة الذنوب، وهي أيضا سبب لنيل أجر قيام الليلة لمن صلىها مع الإمام وبقي معه حتى ينصرف. من صلى مع الإمام في جماعة وبقي معه حتى ينصرف كتب له قيام الليلة بكاملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. والحديث النبوي الشريف في صلاة التراويح وقيام الليل كثيرة. لما قام بدراستها العلماء والفقهاء اتفقوا على أنها ليست فريضة وإنما هي سنة مؤكدة في هذا الشهر الكريم، وأنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام علينا أن نحافظ عليها. هي ليست فريضة، هي سنة، ولكنها سنة غالية، سنة كبيرة، سنة مؤكدة تكاد تصل إلى الفرض. كيف شرعت صلاة التراويح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لما فرض رمضان في المدينة المنورة بدأ بصلاتها، صلاها في أول الأمر مع جماعة من المسلمين، ثم ترك الاجتماع عليها مخافة أن تفرض على أمته. سيدنا النبي صلىها بأصحابه ليال في أواخر شهر رمضان،
وكان سيدنا النبي يقرأ بخشوع واطمئنان، فيسمعه الناس فيصطفون حوله. في الليلة الأولى جاء عدد كبير من الناس، في الليلة الثانية كثر الناس بالمئات واجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد، وفي الليلة الثالثة سيدنا النبي لم يخرج إليهم وتخلف عن الصلاة معهم خشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعونها. وهذا مذكور في كتب السنن، ففي صحيح الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لم يتخلف عليهم وقال قد رأيت الذي سمعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني قد خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. هذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه. أما في رواية الإمام مسلم رضي الله عنه أنه قال ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع الناس على صلاة التراويح، خرج لصلاتها في المسجد ولم يواظب عليها. كل غادة له مقصد وله غاية وله علة، خشية أن تفرض على الأمة ويشق ذلك على المسلمين ويصير واجبا عليهم، وطبعا لن يستطيعوا، لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني على اليسر. حتى إن الصلوات الخمس لما كان في الإسراء والمعراج فرضت على الأمة 50 صلاة، ولا زال يراجع ربه ويلتمس منه أن لا يشق على المسلمين، حتى ربنا جعلها 5 صلوات ونادى المنادي يا محمد ولكم بهذه 50 صلاة، لأن الحسد بعشر أمثالها. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان من منهجه التيسير على الأمة وعدم تكليفهم ما لا يطاق. ولما جاء رمضان وسن لهم القيام كان يصلي التراويح منفردا، سنوات طوال سيدنا النبي كان يصليها منفردا. من ثم قال العلماء إن ثبوت صلاة التراويح أصلا بالسنة النبوية، هي سنة محمدية، صلاة التراويح سنة محمدية. بقي النبي الكريم يصليها زمان ومدة طويلة ولكن منفردا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استمر الصحابة يصلون صلاة التراويح في المسجد أوزاعا، يعني يصلي الرجل والرجلان ويصلي الرجل ومعه الرهط، يعني 10 هنا 20 هناك، كانوا يصلونها كيفما اتفق، فهذا يصلي بجمع وذاك يصلي بمفرده. هكذا كانت صلاة التراويح عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمان أبي بكر الصديق الذي استمر أكثر من 10 سنوات هذا كان حال الناس، بعضهم يصلي هنا وبعضهم يصلي هناك، جماعات وأفراد وتلة هنا ورهط هناك. لكن في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي هذا الزمن سيدنا عمر كان يحرص على تنظيم الدولة وتنظيم الشأن الديني وتنظيم كل أمور الحياة، ومن التي أمور نظمها نظم شؤون المساجد وشؤون الأئمة وشؤون المؤذنين. صار النظام الديني في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز منظما كما هو في عهدنا هذا،
نظام للأئمة وللخطباء وللقراء وللوعاظ وغيرهم. فرأى سيدنا عمر أن الصحابة يصلون صلاة التراويح على هذه الهيئة، أنهم ينقسمون إلى جماعات بأدائها متفرقين، فجمع الصحابة وتشاور معهم وارتأى أن ينظم صلاة التراويح كما نظم كل شؤون الدين وكل قضايا تدبير الشأن الديني. ارتأى أن يجمعهم على إمام واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأن أول الأمر كان النبي والإمام وحوله الصحابة اليوم الأول والثاني والثالث. فجمعهم سيدنا عمر على أحسن مقرئ كان في ذلك الزمان، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه تعالى. هذه الأمور ذكرها الإمام البخاري في صحيحه. ففي الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أفضل وأمثل. فجمعهم على أبي بن كعب، فصار سيدنا أبي بن كعب أقرأ القراء، هو الإمام الرسمي في مسجد المدينة المنورة، وانتظم الناس كلهم في الصلاة. يروي عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فبدأ اللغط والقيل وقال، وقالوا: يا عمر، لقد أحدثت شيئا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، هذه بدعة، لم يكن النبي الكريم يجمع الناس على إمام واحد. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: أي نعم، نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل هو أفضل من أوله. فالناس في عهد سيدنا عمر كانوا يقومون أول الليل، يعني بعد العشاء، يجتمعون ويصلون صلاة التراويح، ولا يكاد يصلونها قبل الفجر آخر الليل. فسيدنا عمر قال لهم: الأفضل في الشريعة وفي القرآن والسنة التي هي آخر الليل التي تنامون عليها. فهنا سيدنا عمر سيضع قراء في أول الليل وقراء في آخر الليل. هذه الإجراءات التي قام بها سيدنا عمر في ذلك الزمان لم تخلو من مناوشات ولم تخلو من قيل وقال، حينما استنكر عليه البعض وقالوا هذه بدعة. لكن العلماء الأجلاء الذين عندهم بعد في النظر قالوا: بل هي سنة عمرية، هذه سنة عمرية، التراويح بالشكل المنظم التي عليها الآن هي سنة عمرية أحياها سيدنا عمر بن الخطاب على ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من فراغ، أحياها على ضوء أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وسيدنا عمر بن الخطاب آنذاك كان خليفة المسلمين وكان أميرا للمؤمنين، والأمير المؤمنين هو مأمور بأن يطاع، هكذا هو في الشريعة الإسلامية، هو خليفة راشد وعالم زاهد وفقيه محدث، بل هو ثالث شخصية في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وهو ممن تتبع سننه جميعا. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم العلة من عدم إمامته بالناس كما في رواية مسلم: ولكني خشيت أن تفرض عليكم الصلاة فتعجزوا عنها. فالنبي الكريم ذكر المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها، هذا الحديث فيه المانع من الاستمرار في صلاة التراويح لا في مشروعيتها.
فالمانع هو الخوف أن تفرض. هذا الخوف قد زال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، زال هذا الخوف فأمن الناس من فرضيتها. ولهذا سيدنا عمر قال بأن انقطاع الوحي ثبت زوال المعلول، وحينئذ تعود السنية لها. وهذا يدخل في اجتهادات سيدنا عمر الفقهية، وهي كثيرة جدا قام العلماء بدراستها، وكلها ليست مبنية بالتشهي ولا بالفرض، وإنما هي مبنية على أصول وقواعد الشريعة من الكتاب والسنة والمقاصد العليا للدين. ومن ذلك الزمن في عهد سيدنا عمر فرضت صلاة التراويح ونظمت وصارت تؤدى جماعة واحدة في المسجد، بدءا من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وبعد ذلك بدأت جميع الأقاليم والأمصار في البلاد الإسلامية ينظمون صلاة التراويح في المساجد. والحمد لله في السنوات والعهود الأخيرة بفضل وسائل الاتصال والتلفاز، الناس كانوا يتابعون صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وأخذوها هكذا قدوة، وبدأت البلاد الإسلامية تتنافس في تنظيم التراويح، فمن مصر إلى سوريا إلى بلاد تونس إلى الجزائر إلى المغرب، حيث صار المغرب ولله الحمد من البلدان التي تشد إليها الأنظار في تنظيم التراويح، حيث بنيت العديد من كبريات المساجد يأمها كبار القراء الذين أكرمهم الله تعالى بقوة الحفظ ومتانة الحفظ وحسن الأداء. وكان الناس حولهم بالآلاف المؤلفة يصلون خاشعين راكعين، لأن جمهور الفقهاء قالوا بأن صلاة التراويح هي شيء يؤتت جمالية رمضان، هي ليست فريضة ولا واجبة ولا مفروضة، بل هي نصليها جماعة لأنها سنة مؤكدة. الحنفية المذهب الحنفي التابع للإمام أبي حنيفة النعمان بن زوطة الذي كان في العراق يقول إنها سنة على الكفاية، فلو ترك الجميع صلاة التراويح في جماعة فقد أساءوا، ولكن لو تركها البعض وقام بها البعض الآخر أو صلوها بمفردهم في بيوتهم فيكونون أحسن، أما إذا تركوها جميعا فقد تركوا أجرا عظيما، وإن صلها في البيت جماعة لم يتحصل الأجر كما لو صلها في المسجد، لأن المسجد هو غير البيت، البيت هو مكان للسكن للإواء، لكن المسجد هو بيت الله، فالأجر والثواب كبير بين الأمرين. هذا ما ذكره الحنفية. لكن المالكية تبعا للإمام مالك بن أنس، هذا فريق علمي، كل فريق له قواعد وأصول في الفهم والاستنباط. المالكية كما في بلد المغرب ندبوا صلاة التراويح في البيت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل صلاة السنة في البيت إن لم يكن هناك تعطيل لها في المساجد. فالسنة عادة نصليها في بيوتنا، والفريضة نصليها في المساجد، لكن صلاة التراويح استثنائية تصلى في المساجد، إلا أنها في الظروف الخاصة ظروف استثنائية كمجاعات أو حروب أو زوال الأمن، أو في مثل عصرنا هذا في زمن الكورونا، أنه ذكر الفقهاء المالكية جواز أن تصلى صلاة التراويح في البيوت، لأن النوافل أصلا من الأحسن أن تؤدى في البيوت، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة، المكتوبة هي خمس، هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلاة المكتوبة الأفضل أن تصلى في المساجد، وغيرها فالأفضل للصلاة أن تصلى في البيت. ومن ثم هم ألحقوا التراويح بهذا الحديث.
قد يتساءل بعض الأحباب الكرام عن عدد ركعات صلاة التراويح. الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى 11 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن ذلك. أمنا عائشة رضي الله عنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما سئلت: يا عائشة، كيف كانت صلاة النبي في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات من غير تحية وسطى حتى ينتهي، ويقوم في 4 بالتحية ويسلم ويستريح. 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان يصلي في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، قد يصلي ب3-4 سور، وفي الركعة الأخرى يواظب هكذا مثل ذلك، وفي كل ركوع كان يطيل مقدار الصلاة، وفي كل قيام كان يطيل مقدار القراءة، وفي كل سجود كان يطيل مقدار ما قدم. ف4 ركعات الأولى تكون طويلة جدا في قراءتها، في قيامها، في ركوعها وسجودها، حتى يسلم، ولما يسلم يستريح، يجلس ويستريح، لهذا سميت صلاة التراويح. ثم يقوم ليصلي 4 ركعات أخرى هي 8، ثم يختم ب3 ركعات هي 11. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 11 ركعة. ومرة قد يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. العلماء قالوا أنه من زاد على 11 ركعة، هل هذا الأمر جائز أم لا؟ العلماء قالوا للمصلي الخيار، إما أن يزيد وإما أن ينقص. لك أن تزيد عن 11 ركعة، لك أن تنقص عن ذلك بحسب استطاعتك وقدرتك، خصوصا إذا كنت تصلي في جماعة من الناس، لا بد أن تراعي في ذلك أحوال الناس، فالناس فيهم الضعيف، وفيهم المريض، وفيهم المسن، وفيهم المرأة التي تخاف على ابنها، لا بد من مراعاة أحوال الناس واستطاعتهم. وقد أجمع العلماء على عدم حصر صلاة التراويح في عدد معين. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يتحدث كثيرا عن صلاة التراويح، وينقل لنا، لأن الإمام الشافعي فقيه، هو تلميذ الإمام مالك وتلميذ أبي حنيفة، كان أثرهم وجمع علمهم، وكان كثير الترحال في البلاد الإسلامية، وكان يقارن في صلاة التراويح بين أهل مكة وأهل المدينة وأهل مصر وبقية الأمصار الأخرى. يقول: رأيت الناس يقومون بالمدينة ب39 ركعة، ورأيتهم يقومون بمكة المكرمة ب23 ركعة، وليس في شيء من ذلك ضيق. فينقل لنا بأن الناس لم يكونوا سواء. المدينة المنورة وهي مدينة رسول الله رأى بأن الإمام كان يطيل ويصلي بركعات كثيرة، 39 ركعة، مع أن أهل المدينة هم أصحاب رسول الله، وهم بقايا جيل الأنصار والمهاجرين، هي موطن رسول الله، وعمل أهل المدينة عمل هو من مشروع من أصول الدين، عمل أهل المدينة. أما في مكة المكرمة فكانوا يصلون فقط ب23 ركعة. وقال الإمام الشافعي: إن أطلوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي. يصف الإمام الشافعي كيف هي صلاة أهل المدينة وصلاة أهل مكة. أهل المدينة كانوا يطيلون القيام ويقلون السجود، فالمقرئ يقرأ بالمفصل، يقرأ الآيات الطويلة، فإذا جاء السجود سجد بسرعة، ذكر الله تعالى قليلا ثم قام. ولكن أهل مكة
كانوا يخففون القراءة ويطيلون السجود إذا سجدوا أو هموا وذكروا الله كثيرا في سجودهم. فقال هذا كله حسد، هذا حسد وهذا حسد، والأول أحب إلي، يعني أن تطيل القيام وتقل السجود، لأن صلاة التراويح هي ليست للدعاء بل للقيام. من قام رمضان، من قام رمضان إيمان واحتسابا. وجاء في الحديث النبوي الشريف عن السائل بن زيد قال في عهد سيدنا عمر سوف ينظم هذه الصلاة بطريقة معينة. أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس. سيدنا عمر سوف يأمر صحابيين جليلين هم من كبار القراء، أبي بن كعب وتميم الداري، لكي يقوم للناس. كان القارئ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. لاحظوا في أول الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب كم كانت صلاة التراويح طويلة وربما متعبة، أنهم يصلون وراء الإمام والإمام يقرأ بالمئتين، يعني في كل ركعة يقرأ مئتي آية. نحن إذا صلينا بثلاث آيات ربما قد نكون سعداء، وأصغر سورة في القرآن فيها ثلاث آيات هي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر واحد فصل لربك وانحر اثنان إن شانك والأبتر ثلاثة. لكن الصحابة كانوا يصلون في الركعة الواحدة بمئتي ركعة، مئتي آية، ويستمرون على ذلك 23 ركعة، حتى إن بعض الصحابة كان يعتمد على العصي، كان من جاء إلى الصلاة يأتي بعصاه. نحن في زماننا هذا نأتي بالكمامة ونأتي بالسجادة، لكن في عهد الصحابة كانوا يأتون بالعصا، كل من أراد أن يصلي يأتي بالعصا يتكئ عليها من طول القيام، ويبقون هكذا أحيانا حتى يوشك الفجر أن يؤذن فيتوقفون لتناول السحور، وكأن الليل كله قيام. انظر إلى هذا الجيل القرآني الكريم، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تعب الناس سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين والخليفة الراشد والفقيه الزاهد بدأ ينظر في هذه المسألة، وأراد أن يبني الأمر على التخفيف مراعاة لأحوال المرضى وكبار السن والنساء، لأن صلاة التراويح كانت تضم الجميع الكبار والصغار الرجال والنساء. فقد جاء في الحديث عن الإمام البيهقي رواه البيهقي بإسناده قال دعا عمر بن الخطاب بثلاث قراء، ثلاث قراء فاستقرأهم، يعني طلب منهم أن يعرضوا عليه القرآن لكي ينظر تمكنهم من الأداء. استقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25 آية، وأمر أبطأهم أن يقرأ 20 آية. لاحظوا تدبير الشأن الديني في ذلك الزمن، كيف كان أمير المؤمنين الحاكم والخليفة الراشد بمعية الفقهاء يقوم بتنظيم هذا الأمر الهام جدا. الناس ليس سواء، هناك من يقرأ قراءة بطيئة تسمى التجويد، وهناك من يقرأ قراءة تسمى الترتيل، وهناك من يقرأ قراءة وسط ما هي بالسريعة ولا البطيئة تسمى بالحضر. فسيدنا عمر لما استقرأ هؤلاء القراء أمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 30 آية ركعة، لا تتجاوز 30 آية، الحد الأقصى أن تقرأ 30 آية. ثم أمر أوسطهم أن يقرأ 25 آية، ثم أمر أبطأهم أن يقرأ 20 آية، لأن ذلك الزمان القرآن الكريم لم يكن كزماننا هذا مرقما وفيه الأحزاب وفيه التمن والربع والنصف كما هو معتاد الآن. الحمد لله في العهود اللاحقة سوف يهتم الناس بالقرآن ويضعون له الترقيم ويضعون له هذا التقسيم، فصرنا نجد هناك التمن وهناك الربع وهناك النصف وهناك الحزب، وصار الإمام المشفع في التراويح يتقيد بالتمن
فالناس صاروا على هذا الأمر يحتملونه، ومن ثم قال العلماء أنه لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر. لماذا؟ لأن ينبغي التنظيم أن يكون هناك ختمة في الشهر، يعني لما ينتهي رمضان يكون القراء قد ختموا القرآن كله ليسمع الناس جميع القرآن، والأفضل أنهم لا يزيدون على ختمة كراهية المشقة على من خلفهم، والتقدير بحال الناس أولى. هذا ما عندنا في زماننا هذا. الحمد لله في مغربنا العزيز نلاحظ بأن الأئمة والمشفعين يلتزمون بتمن في كل ركعة، بمعنى أنه يصلي حزب عند تراويح العشاء وحزب قبل تراويح الفجر، ومن ثم يقرأ بحزبين في اليوم 30 يوما، يعني ممكن أن يكون قد ختم القرآن 60 حزبا. هذا هو الأفضل، الأحب أن لا ينقص عليه والأحب أن لا يزيد عليه. أن لا ينقص عليه حتى يتمكن الناس من ختم القرآن كله وسماعه في رمضان، وأفضل أن لا يزيد عليه حتى لا يشق عليهم. وفي بعض البلاد الإسلامية هناك تقليد في الاستراحة بين ركعات القيام، فكل ركعتين نستريح أو 4 ركعات، وهناك تقليد جميل أنه تلقى موعظة وتذكير على المصلين ليتفقهوا في أمور دينهم. هذا في بعض البلاد الإسلامية طريقة جميلة، يصلي الإمام 4 ركعات طويلة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولما يستريح يقوم فقيه أو شيخ أو واعظ يذكر الناس بأمور الدين ويذكرهم بقضايا الإيمان، ثم وكأنهم يستريحون ثم يستأنفوا قيامهم، والوضع يكون جميلا جدا. الوضع جميل، افتقدناه هذه 2 سنتين، ولكن إن شاء الله تعالى سوف نعود إليه أحسن مما كنا فيه بإذن الله. فهذه الطريقة طريقة الموعظة والتذكرة بين كل 4 ركعات في صلاة التراويح هي من باب الذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، وصلاة التراويح هي ترقى بروحانية المؤمن وتغيظ الشيطان وحزبه. ما ذكرناه أيها الأحباب الكرام هو خاص بأهل السنة، أهل السنة والجماعة عندهم صلاة التراويح. قد يسأل سائل وما حال الشيعة؟ الشيعة هي فرقة إسلامية لها قواعدها ولها منهجها، وهي تسمى من الفرق التي مالت وحازت عن صحيح الدين. تعتقد الشيعة بأن صلاة التراويح لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنها، وإنما يقولون التراويح هي بدعة عمرية. أهل السنة يقولون التراويح هي سنة عمرية، هي سنة عمرية. الشيعة يقولون هي بدعة عمرية، لأن سيدنا عمر هو الذي جمع الناس على إمام واحد. لكن أهل الشيعة يتفقون حسب أئمة آل البيت أن نوافل شهر رمضان تقام فرادى بتضافر روايتهم حول هذه الصلاة. فكما يروي شيخهم الإمام الطوسي عن أبي عبد الله قال سألته عن صلاة التراويح في رمضان في المساجد، قال لما قدم علي بن أبي طالب الكوفة أمر الحسن ابن علي أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المسجد جماعة. هذا منهج الشيعة، أنهم لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، لأن عندهم موقف من سيدنا عمر بن الخطاب. وإلا الصحيح واضح وبين، الشيعة لا نريد أن نترك التفاصيل، هو مذهب مبني على ردود أفعال سياسية وخصومات فقهية وغيرها، لكن الصواب ما ذكرناه مستنبط من الأحاديث النبوية الشريفة المبثوثة في الصحاح عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وفي بقية كتب السنن، ووفق مقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية العليا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيام رمضان ولقيام لياليه، وأن يوفقنا لختم القرآن، وأن يوفقنا للمزيد من العمل الصالح، وأن يرزقنا القوة
وأن يرزقنا النية ويرزقنا الإخلاص ويرزقنا المدد 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 حتى نواصل العبادة والطاعة دون فتور ودون كسل ودون عجز. اللهم تقبل منا يا رب العالمين وزدنا ولا تنقصنا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، واللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من إقليم الجديدة مع للا خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار كبير هذا يا دكتور، شفت لي الخط والله العظيم. يا مرحبا للا خديجة، يا مرحبا. شكرا دكتور. دكتور الله يجزيك خير، الحمد لله اللي شتي كتقول دكتور بلدنا زعما مبارك بعد الناس كيقراو القران، ولكن انا كنقول مبارك حتى بوجود سي كريبان. الله يطول عمرك لنا، الله يخلف عليك. الله شكرا الله. بارك الله فيك. استغفر الله استغفر الله. الو لالا خديجه، انقطع الخط مع اختنا خديجه من جديده. شكرا لك، الله يستر عيوبنا، اللهم تعالى يستر يسترنا ويستركم اجمعين فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. شكرا لك لالا خديجه. فعلا هذه ليست مجامله، ان بلادنا المغرب ولله الحمد والمنه هو بلد ولله الحمد فيه من الخير الشيء الكثير. يكفي ان فيه رجال ونساء قلوبهم مليئه بالايمان واليقين، حتى انه لما تم منع صلاه التراويح راينا ردود افعال من طرف عدد كبير من الشباب والنساء والرجال على اختلاف اشكالهم. هذه ردود الافعال تستنكر منع التراويح واغلاق المساجد، وان دل على شيء يدل على ان هذا الشعب الحمد لله في قلبه الايمان وفي قلبه اليقين. اي نعم، المسؤولون قاموا بهذه الاجراءات الاحترازيه الوقائيه خوفا على سلامه وامن مصلحه الوطن باسرها، ولكن ردود الافعال ايضا التي سمعناها فيها انتقادات تدل ايضا على قوه الايمان واليقين لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات. فانا اتابع باهتمام شديد ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، والانطباع الذي اشعر به هو اننا نحن في حالة صحية جيدة. حتى المصائب والابتلاءات هي عبارة عن دروس، هي عبارة عن اختبارات، والحمد لله نحن في مغربنا العزيز دوما في الغالب نكاد ننجح في هذه الاختبارات وننجح في تدبير هذه المصائب، وربنا عز وجل يتنزه في ملكه. وهذه ليست مجاملة على أرض المغرب ولا مدحا تلقائيا، وإنما هو قول حق، كلمة حق. نحمد الله ونشكره أن جعلنا في هذا المغرب، في هذا البلد الأمين الآمن فيه الحمد لله، رغم الظروف الصعبة، فالحمد لله روح التضامن الذي رأيناه في أوائل رمضان من توزيع القفف وتوزيع الإعانات على الناس بعضهم ببعض، هذا كله مما يسر، وهذا كله ولله الحمد مما يعطي الانطباع بأننا على الطريق الصحيح. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله وأن يمنع عنا الشر والشدائد والكروب ويدفع عنا الأحزان. اللهم أمين يا رب يا كريم. شكرا لك خديجة من الجديدة، بارك الله فيك وأصلحك الله وأتابك المولى جل جلاله. نتحول إلى قلعة سرغنة مع أخينا سيدي حسن. السلام عليكم سيد طيب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالرجل الطيب الرجل الكريم. استغفر الله، أهلا سيدي حسن، حياك الله مولاي.
الله يحفظك لينا ويطول لنا عمرك استي طيب. رحنا فرحانين بهذا الشيء اللي كتقدم لينا وحنا راه ما نقولوا انت غادي شي. جزاك الله الف خير مولاي. الله يحفظك لينا. اكرمك الله خويا سي حسن. بغيناك غير دعا معنا شي دعوه ديال الخير. انا وخوتي الوالدين ديالي متوفين بكري. لا اله الا الله. بغيتك تدعي لي بدعوه ديال الرحمه يا ربي، وديال ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ونرجع ثاني تفتحوا لنا المساجد ان شاء الله. انا في العربيه في الله دابا في اييه، وكنت كنطلع لك يوميا وكنستافدوا منك السي طيب. بغيتك تدعى كاع مع خوتي. يا ربي يا كريم اخويا يا ربي يا حسن. خوتي في برا، واحد خويا وقع عليه واحد المشكل مسكين مشدود تما، وبغيتك تدعى عليا معاه باش ييسر ليه الامور ان شاء الله ويرجع لعند وليداتو كيعيشوا معانا هنا في الباديه. يا ربي يا ربي يا كريم. وبغينا ان شاء الله تدعى معانا شي دعوه جميع خوتي. انا والدين متوفين بكري في التسعين، احنا عايشين مع الخوت ومع بعضياتنا، وبغيناك تطلب لنا شي دعوه ديال الخير السي طيب. انا الله يكثر لنا من مثالك في هذا المغرب الحبيب. الله يحفظك سيدي. اكرمك الله مولاي، اكرمك الله خويا. الله يكثر لنا من مثالك، انت من اولياء الله الصالحين. استغفر الله استغفر الله. الله يحفظك مولاي. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى نتلاقاو بك، ونشوفك انا كنشوفك في الفيسبوك، ولكن انا بغيت نتلاقى معاك ديريكت. بغيت نشوف. الله يطول عمرك سيدي. الله يعلي مقامك مولاي، حفظك الله ورعاك الله واسعدك الله. شكرا لك سيدي حسن، شكرا لك. وشوف الطيبوبه ديال هاد الناس يتصلون باذاعه خاصه لا ليسالوا عن مطامع الدنيا، وانما لكي يتضمنوا لسؤال مالك الملك. الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، ونحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا. ما كنا أن نجتمع لدعاء مالك الملك لولا توفيقه. كان الصالحون إذا قام أحدهم قيام الليل كان يقول: ما كنت لأقوم الليل لولا أن آذن لي ربي بالقيام، ما كنت لأصوم لولا أن وفقني ربي للصيام، ما كنت لأقرأ القرآن لولا أن أحبني وأعطاني الرغبة في حفظ القرآن. وهكذا كل الخير الذي يكون عند أهل الإيمان هو تفضل وتكرم من عند الرحمن. أما من رأيته غافلا أو رأيته بعيدا عن طريق الإيمان، حتى ولو كان فيلسوفا ولو كان مفكرا ولو كان عبقري زمانه، هذا محروم. ربنا لم يريده أن يكون في رحاب الإيمان، ربنا أقصاه وأبعده. نسأل الله له الهداية لنا وله وللجميع. فكل الخير إنما يأتي من عند الرحمن. ونحن في هذه الأيام وهذه الليالي مطالبين أيها الأحباب بالإكثار من الدعاء، لأن آيات الدعاء متى نزلت؟ نزلت في رمضان. وسبق وأن درسنا في سورة البقرة الآيات التي جاءت فيها مشروعية أحكام الصيام، لما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نزلت في رمضان وفي خضم الحديث عن أحكام الصيام، بمعنى أننا هناك فريضة لابد أن نقوم بها في رمضان زيادة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والجود. هناك فريضة أخرى مهمة ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، ما هي؟ وهي الإكثار من الدعاء. الدعاء في رمضان مستجاب، خصوصا عند الإفطار. لما يؤذن لصلاة المغرب توقف هنيهة وادعوا ربك، فإن الدعاء هناك مستجاب. أيضا الدعاء عقب كل أذان، الدعاء بين الإقامة والصلاة، الدعاء في جوف الليل، وأيضا الدعاء لما يجتمع الأحباب. كلما رأيت تجمع للناس تجمعوا، حاول أن تستثمر هذا التجمع وأن ندعو جميعا للرحمن، لأنه إذا كان أكثر من 40 نفر ربنا يستجيب الدعاء. إذا اجتمع 40 نفر من أهل الإيمان رجال أو نساء كبار أو صغار، استغل هذا التجمع لكي ندعو الله تعالى. قد يكون تجمع سياسي لا بأس، أو تجمع نقابي، أو تجمع تجاري،
أو تجمع لأغراض طبية أو صحية، أو تجمع لرجال السلطة أو لرجال الأمن أو لرجال القضاء أو لرجال الدرك، مهما يكون أي تجمع استغل ما دام أن التجمع موجود. تعالوا بنا ندعو الله تعالى ونؤمن جميعا، وستروا عجائب قدرة الله أن كل قطاع فيه الدعاء ربنا يرفع مقامه. وكنت بين الفينة والأخرى أجتمع مع بعض هذه القطاعات في أمنية وعسكرية وإدارية وقضائية، وكنت أستغل هذه الفرصة لكي ندعو. يا سبحان الله، تجد النور والهداية والرحمة تجمع الجميع. فنحن ولله الحمد والمنة، ربنا أكرمنا بهذه النعمة، هذه الإذاعة عن طريقها نتجمع الآن في مغربنا العزيز في مختلف المدن والقرى وفي مختلف الأقاليم، نجتمع لذكر الله. لا نريد أي شيء من الدنيا، الدنيا يكفينا ما أعطانا المولى فيه بركة، الله يجعل البركة، ولكن ما نطمح إليه هو رضا الرحمن. فاللهم يا رب يا كريم يا رحيم يا ودود، اللهم زدنا إيمانا ولا تنقصنا أبدا، ولا تفتنا لما تفتن عبادك المؤمنين، اللهم لا تفتن يا رب العالمين، وارزقنا قوة الإيمان وقوة اليقين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا رب أخونا حسن، اللهم ارحم والديه رحمة واسعة. يا رب إنهم انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، هم عندك يا رب ضيوفا مكرمين. يا رب في هذه الساعة رقهم يا رب العالمين، ارتقي بهم في الدرجات العلى، واجعلهم يا رب بجوار الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين. اللهم اجعلهم عندك مكرمين يا رب. وإخوة أخينا حسن وأحبابه وأقاربه اجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم. يا رب إن شقيقه في أرض الغربة وهو مسجون وأنت أعلم به، اللهم عجل بصراحه، اللهم عجل بصراحه، اللهم وأكرم متواه كما أكرمت يوسف عليه السلام. اللهم يا رب العالمين، وما في قلبهم وضمائرهم من خير عجل لهم الفرج. يا رب كل من قال آمين ارزقه ما يتمنى وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول إلى أقاليمنا الجنوبية، إلى إقليم جلميم مع أخينا السلعري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي يا سيدي أستاذ، الله يجزيك بخير، واحد الدعوة ديال الخير، الله يجزيك بخير. عندي 5 بنات زوج 3 وباقيين جوج كيقراو، ومتفتش زوجات 9 سنين هادي، وانا صابر معاهم، وشي دعوة تاع الخير وشي بنت الحلال. يا رب الله يجزيكم بخير. وصلنا على دي جي. شكرا مبلغ 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 يا خويا. تحياتي لكم، تحياتي لكم. شكرا لك سي العربي، الله يطول عمرك مولاي. الله يطول عمرك، الله يحفظك. لا اله الا الله. شوف سي العربي، سبحانك يا جليل، ربنا يتنزه في ملكه. كل واحد كيدير لي سيناريو في الحياه، الله تعالى بقلم القدره يكتب لكل منا سيناريو حياه مستقل، وكل واحد أعطاه ما أعطاه من خيرات ومنعه ما منع، وكل له فيه حكمة. فأما الإنسان إذا ما أكرمه ربه وأنعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، ليس كل من أكرمه الله بالمال وبالجاه والمنصب والمقام معنى أن الله أكرمه أبدا، وليس كل من قدر عليه رزقه أعطاه فقرا ومرضا وويلات ونكبات أن الله أهانه. كلا، ربنا يتنزه في ملكه. قد يعطي للعبد مالا وفيرا ورزقا كثيرا ليبتليه، فقد يطغى ويتجبر ويستعلي عن الخلق فيكون من الخاسرين، وقد يستعمل هذا المال وهذا العز في الخير فيكون من المقربين. والعكس صحيح، قد يبتلي الله تعالى العبد بالفقر والمرض والسقم فيصبر فيكون من المقربين، وقد يتجر ويتدمر فيكون من الخاسرين، خسر كل شيء. لهذا ربنا عز وجل يحذرنا أن نستعمل المقاييس الدنيوية المعتادة بين الناس في التحليل لوضعيات اجتماعية مختلفة،
تأمل الإنسان إذا ما أكرمه ربه فأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا أبدا، ليس هكذا، تحليل خاطئ، لأن هناك دراسات وتحاليل اقتصادية واجتماعية ونفسية متعددة نابعة من مناهج دراسية وفكرية مختلفة، ولكن المنهج الرباني شيء آخر يؤخذ من القرآن الكريم. فلاحظوا أخونا سيدي إبراهيم من إجلمين له سيناريو خاص، ربنا أعطاه 5 بنات وأخذ أمهم. تصوروا هذا السيناريو كأنه فيلم فيه حزن وتراجيديا كبيرة. 5 بنات ليس بالسهل، والأم ميتة، عليه أن يقوم بتربيتهن، وعليه أن يقوم بكسوتهن، وعليه أن يقوم بإطعامهن ومراعاتهن، مسؤولية كبيرة. لكن الله عز وجل رتب على كل شيء خير عظيم. أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من عنده البنات الله أراد أن يعطيه مقاما عظيما في الجنة. كان في المسجد مع الصحابة وكان بعضهم عنده بنات ويشعر بالقلق والتوتر، ففهم سيكولوجيتهم ونفسيتهم، فقام خطيبا وقال أيها الناس، من كان عنده 3 بنات أو 3 أخوات فعالهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. اللي أعطاه الله تعالى 3 بنات أو أخوات، مات والديه وترك له أخوات إناث، فربنا أعطاك مفتاح من مفاتيح الجنة إذا قمت برعايتهن وإطعامهن وكسوتهن حتى أوصلتهن إلى غايتهن كن لك حجابا من النار. ما معنى حجابا من النار؟ أي أنك لا تدخل النار بل ولا تراها، هذا ما يقول عنه العلماء من القبور إلى القصور. الإنسان لما يموت يدفن في القبر، ولما يؤذن ينتقل مباشرة إلى القصور دون أن يرى النار ولا أن يطأها بقدمه ولا أن تلفح وجهه من بعيد. كن له حجابا من النار. فقام صحابي وقال يا رسول الله وإثنتان؟ قال وإثنتان. فقام صحابي آخر من الخلف قال يا رسول الله وواحدة؟ قال وواحدة. بمعنى من أعطاه الله 3 بنات أو 2 أو 1 كلهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. فما ظنك بأخينا السلعربي من قلمين أعطاه الله تعالى 5 للبنات بل وزده الله تعالى ابتلاء وشدة وأخذ أمهم انتقلت إلى الرفيق الأعلى. لا إله إلا الله. أخونا السلعربي الله معك، تذكرني بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود أعطاه الله 9 بنات وأخذ أمهم، ماتت الأم وبقي معه 9 بنات، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود أقرأ القراء للقرآن الكريم وأعلم بأسباب النزول، وكان من الأول من شهر بالقرآن، كان يسمى بصاحب الوسادة وبصاحب السواك وبصاحب النعل. لماذا؟ لأنه كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل معه سواك ووسادة، فإذا أراد النبي الكريم أن يدخل إلى مجلس كان يسبقه فيضع له الوسادة، لأن سيدنا النبي كان يجلس على الحصير مدة طويلة فيبقى أثر الحصير في جنبه، فرق له ابن مسعود وصنع وسادة وحشاها بالتبن وغيره، فكان يسبق النبي إلى المجالس ويضع له الوسادة حتى يجلس عليها النبي الكريم، ويسمى بصاحب النعل. كان سيدنا النبي يضع النعل على عتبة الباب ويأتي الناس كتر يضعون نعالهم، وتكاد تختلف نعل النبي مع النعل الأخرى، فكان ابن مسعود يجمع النعل نعل النبي الكريم ويجعل تحت إبطه حتى يعطيه للنبي الكريم حتى لا يختلط مع نعال الآخرين، ويسمى صاحب السواك. كان سيدنا النبي كلما أراد أن يصلي أو أن يلقي خطبة أو موعظة كان يعطيه السواك، كان يأخذ سواك كثير، عود كبير يقسمه إربا، وكل مرة يعطي للنبي جزء من هذا العود، عود السواك، فكان يسمى صاحب السواك،
وصاحب الوسادة وصاحب النعلين. هذا الصحابي الجليل أول من جهر بالقرآن وكان عنده 9 بنات حمل ثقيل. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ابن مسعود على طريقته. فلما كانت خلافة عثمان بن عفان أدركته الوفاة وقد صار مسنا وتسع بنات ومسؤولية كبيرة، فقال له عثمان بن عفان: يا ابن مسعود، إنك من السباقين للإسلام، وإنك أول من جهر بالقرآن، وقد بنيت في الدين بلاء حسنا، وتستحق منا الكثير، هذا هو بيت مال المسلمين، اطلب ما تشاء نجعل لك منه خرجا، اطلب نعطيك سهما، عندك بنات؟ قال: لا، أنا لا أريد سهما. قال: خذه واعطيه لبناتك 9 بنات ستتركهم وأنت مسلم. فقال: لقد علمتهم سورة الواقعة وحفظتهم سورة الواقعة، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة بالليل لم يمسه الفقر بالنهار، وإنهم يحفظن سورة الواقعة وربي سوف يكرمهم. وكذلك كان. لما توفي عبد الله بن مسعود بناته لم يترك لهن شيئا من متاع الدنيا سوى ما حفظهن من القرآن، وخصوصا كنا يقرأن الواقعة كل ليلة، فأكرمهن الله تعالى بأزواج صالحين، ورزقهم الله تعالى تجارة رابحة، وصاروا من الأخيار والأعيان فيما بعد. فأسأل الله تعالى لك يا أخي العربي أن يعينك على وليداتك ولبنياتك، اللهم تعالى ينبتهم نبتا حسنا. المتزوجات اللهم يا رب ثبت لهن الغرس مع أزواجهن، وارزقهن السعادة، وارزقهن المودة، وارزقهن المحبة المتجددة يا رب، وارزقهن الذرية الطيبة، وقرن بها عيونك يا سي العربي. والبنيات اللي باقين معك اللهم تعالى يعاونك على الزمان يا رب، يعطيهم النجاح والفلاح. وتسي العربي لازلت الشباب، أسأل الله تعالى أن يختار لك من عنده زوجة صالحة طيبة مباركة تؤنس وحشتك وتملأ فؤادك بالمحبة والمودة، ولا تقلقك ولا تزعجك ولا تتعبك، تكون زوجة من الصالحات المباركات. اللهم عجل لأخينا السي العربي بالفلاح، اللهم عجل له بالبركة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم الراشدية مع أخينا سيدي محمد. السلام عليكم الحاج الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أبدا الحاج الطيب، الله يرحم لك الوالدين. الله يطول عمرك سيدي. راني دابا شي مستمع ديال الإذاعة، وسبحان الله تحت لي الفرصة الليلة باش نهضر معك. يا أز مرحبا. الله يحفظك. ودام يا ودي أخي الطيب، الله يرحم لك الوالدين. يا رب. دام الوالدين ديالي وبيت المرأة ديالك، الله يحفظك الوالدين. نهضر معك شي حاجة الله يحفظك. وخا سيدي محمد بإذن الله بإذن الله. الله يرحم لك الوالدين. سيدي محمد الوالدين باقي في الحياة؟ باقي حيين في الحياة. واه الله يصلحهم يا ربي، الله يحفظهم يا رب. مدة الخدمة ومدة دي ما تشوفناش يا عم والصرف. فين دابا سيدي محمد؟ انت في الرشيدية ولا فين؟ لا انا في مراكش. انت في مراكش والوالدين في الرشيدية؟ ان شاء الله. واه لا اله الا الله. وشنو السبب سيدي محمد ما خلصت مشيت لعندهم تزورهم وتوانس معهم؟ ربما الخدمة وإكراهات الكونفيمو والخدمة لا إله إلا الله. الخدمة لا إله إلا الله. الله يحفظك سيدي محمد ويرفع عليك البلاء. شحال هذه من شهر ثلاثة تنتمنى تندير واحد البروغرام باش تمشي ساعة الخدمة والثاني وتتجبد. لا إله إلا الله. الله يفرج أخويا محمد، الله يفرج أخويا، الله يحفظك. أنا غناخذ الرقم ديال سيدي محمد ونتواصل معك بإذن الله. شكرا لك أخويا وبارك الله فيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه معاناة الكثير من الناس، ليس نحن في مغربنا، لا في العالم، العالم بأسره، راه في الهند وفي الصين وفي البرازيل وفي الشيلي وفي إيرلندا وفي أستراليا وفي إفريقيا الوسطى وفي العالم العربي وفي كل مكان، حتى في أمريكا وروسيا، في جميع دول العالم. هذا الكونفينمون، هذا الوباء الذي فرض على الناس عدم التجوال
الإقلال من الحركة كله كان عنده تداعيات كثيرة سلبية، منها أنه فرق بين الأحبة. هناك من هما خارج أرض الوطن، هناك مغاربة خارج أرض الوطن في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا شهور لم يقدموا إلى المغرب، يعني حوالي سنة أو أكثر من سنة لم يقدموا إلى المغرب لولا وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وغيره من الوسائل التي يتواصل بها الناس فيما بينهم، وإلا فإن الوجوه لم ترى بعضها بعض كالعادة. بل داخل المغرب نجد هناك أماكن إذا أردت أن تسافر من مدينة إلى مدينة عليك أن تحصل على رخصة التنقل، ورخصة التنقل تقتضي منك أن تذهب إلى رجل السلطة الذي في مقر سكنك، تذهب عند القائد أو عند السيد الباشا أو رئيس الدائرة وتطلب منه رخصة التنقل من إلى، ولابد أن يكون هذا السفر أن يكون محددا، ولكن لابد أن يكون معللا. فما هي علة السفر؟ علة السفر التي من خلالها يعطيك القائد أو رئيس الدائرة أو الباشا رخصة التنقل، أولا أن تكون لمرض، لابد أن تأتي بحجج بأنك مريض تريد أن تعالج وتريد دواء وغير متوفر في المنطقة التي أنت فيها وعليك أن تنتقل للمنطقة الأخرى، هذه علة يعطيك الرخصة. أو يكون السبب هو الدراسة، هناك طلبة وتلاميذ وجامعيين عليهم أن يتنقلوا عبر جامعات أو مدارس عليا، فتعطي الشهادة بأنك تريد أنك تستكمل امتحانات أو أبحاث علمية فيسمح لك بالتنقل. وقد يكون السبب ربما تعيين جديد، هناك من تم تعيينه جديدا أو انتقال جديد، لابد أن يكون مبررا بالمؤسسة تعطيك ورقة مختوما عليها بأنك تتنقل. أو يكون لتجارة، ولكن هذه التجارة لابد أن يكون فيها مجموعة وثائق تثبت بأنك فعلا من دافعي الضرائب وأن للتجارة معلنة ومجموعة أشياء، يعني حوالي 4 أو 5 علل من خلالها يتمكن القائد أو رئيس الدائرة أو الباشا يعطيك رخصة التنقل. غير هذه لا يمكن إلا في حالات استثنائية نادرة، إذا كان هناك تعاطف أو كانت هناك تدخل من جهة عليا. لهذا السبب رأينا كثيرا من الناس لم يروا أحبابهم ووالديهم وأولادهم وزوجاتهم في مدينة أخرى. هذه إجراءات في الحقيقة هي إجراءات وضعتها الدولة غايتها نبيلة، الغاية هي الحد من انتشار هذا الوباء، فالغاية هي أننا نقوم باحتوائه حتى نتمكن من تجاوزه. ففي المغرب الكل يراهن أنه بعد رمضان وفي موسم الصيف نكون بإذن الله قد تخلصنا من هذا الوباء، فعملية التلقيح مستمرة وعملية الوقاية مستمرة، ولاحظنا بأن العدد مرة ينزل مرة يصعد، لا زال هناك نقوص خطر، فعلينا أن نصبر. ماذا علينا أن نفعل؟ هذه جهود كل من موقعه يعمل جهودا مضاعفة من أجل سلامة الجميع. فأخي محمد ليس لك إلا الصبر، لست وحدك، عدد كبير جدا من المواطنين والمواطنات هذا هو همهم الأكبر، أرادوا أن يزوروا والديهم وأحبابهم من مدينة إلى مدينة فقط للزيارة، ولكن ليست مبررا للانتقال من مدينة إلى مدينة إلا في حالة نادرة جدا. وهذا الأمر مطبق في العالم، ليس في المغرب، في العالم. بل لاحظنا في بعض الدول مثل الهند أنهم يستعملون العنف، هناك رجال سلطة وهناك أعوان سلطة يحملون العصي ويضربون الناس، حتى إن نشطاء حقوق الإنسان بدأوا يرفعون أصواتهم بالاستنكار بأن هذه التدابير الاحترازية والوقائية لا ينبغي أن تكون مطية لضرب حقوق الإنسان، فالإنسان ينبغي أن يبقى محترما وينبغي أن يبقى مكرما وينبغي أن يبقى معززا. بل وإن هذه الاحترازات بدأت أيضا تثير
قلق الكثير من أصحاب التجارة والاقتصاد، لأنه صار يضر بالاقتصاد، ويقال قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق، أو قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، لأن الرزق شيء أساسي للحياة، لا يمكن الإنسان أن يعيش بغير رزق. ومنهم من عنده رزقه مرهون بالانتقال من مكان إلى مكان، فهذا بلاء قد أصيبت به الإنسانية، ومنها الأمة الإسلامية، ومنها المجتمع المغربي. فماذا علينا أن نفعل إلا أن نصبر ونحتسب، وأن نجتهد في ابتكار طرق وأساليب جديدة. هذا المطلوب، هذا المطلوب من المسؤولين باعتبارهم أصحاب عقول كبيرة وأصحاب إرادات مهمة. عليهم أن يتكاتفوا عن طريق المجالس المنتخبة، مجالس كبرى فيها عقول وفيها مواهب وفيها شخصيات وفيها كفاءات وعندهم خبرات ومهارات. المفروض أن هذه المجالس تبتكر أساليب وتقنيات جديدة للبديل كبدائل، وإلا فإن الصبر، هناك من يصبر ويحتسب، وهناك من طال صبره وشعر بالألم الفظيع. ونتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نرى حالة تمرد وحالة انكسار وحالة هيجان عند البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أننا نعود مرة أخرى إلى الإيمان، لما نرى بأن الأبواب أغلقت، كل الأبواب أغلقت، حتى أبواب الملوك، يبقى باب مالك الملك مفتوحا لا يغلق أبدا. لهذا حينما تشتد الأزمة نتوجه إلى المولى عز وجل الذي بيده الأمر كله، وهو صاحب الشأن كله، وهو على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين، ليس لنا إله سواك نقصده، نسألك اللهم بفضلك وجودك وكرمك أن تعجل لنا بالفرج. اللهم عجل لعبادك بالفرج، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذه الشدة، وارفع عنا هذا الغلاء. اللهم يا ربي وعجل لنا بالفرج، اللهم يا ربي وفقنا للزيارة في بعضنا بعضا، وارزقنا رزقا حسنا، ووفق المسؤولين في هذا البلد الأمين للمزيد من النجاح والمزيد من الفلاح. اللهم يا رب يا كريم، واجعلنا إخوة متحابين لا متصارعين، واجعل رحماتك وبركاتك علينا جميعا نورا وضياء. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا رب يا كريم. شكرا لك محمد بن الراشدية، الله يحفظ لك الوليدات والوالدين، الله تعالى يبارك فيهم ويصلحهم ويعلي الدرجات ديالهم وينور الطريق ديالهم. وبقى معنا أخويا محمد، ختام الحلقة ديال واحد دعوة جماعية يكون لك فيها أوفر النصيب. وغنتحولوا إلى مراكش مع لالة مريم. السلام عليكم الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إدارة الدكتور، لاباس عليك؟ الله يطول عمرك لالة مريم. عافاك الدكتور، دايما أنا راني مريضة بزاف. الله أكبر، لا إله إلا الله. عندي البنية مريضة، عندي الولد الكبير مريض. لا إله إلا الله. الراجل مريض توا. لا إله إلا الله. عندنا العكوسات بزاف، عافاك الدكتور دايما أنا. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. بغيت النمرة ديالك الدكتور، عافاك. واخا لالة مريم، بكل فرحة لالة، بكل فرحة. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، الله يشافيك ويعافيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيها الأحباب الكرام، فنستحضر أن عدد كبير من أحبابنا من المواطنين كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، في مختلف الأقاليم وفي مختلف المدن يعانون من الأمراض، أمراض شديدة. وخصوصا في رمضان، هناك من هم مفطرون غير صائمين بسبب المرض، وهناك من أصيب بالكورونا في رمضان، والإصابة بالكورونا في رمضان أشد وأنكى من أيام الأخرى، أيام الإفطار. وكذلك أيها الأحباب الكرام، هناك من عندهم أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم، منهم من يقوم بالدياليز، يعني أمراض كثيرة جدا. وقد نجد داخل الأسرة واحدة فيها أكثر من مريض، ومسنين وحوامل وأطفال صغار وغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعنا بأن الوضع الصحي في بلادنا
يبقى دائما فيه مشكل كبير لقلة الأطر الطبية. فآخر إحصائيات تقول بأن هناك فقط 25 ألف طبيب في المغرب. هذا رقم بسيط وهزيل هزيل هزيل جدا، بمعنى طبيب لأكثر من 10,000 أو أكثر من ذلك مواطن، يعني قليل جدا مقارنة مع دول متقدمة في ألمانيا وفرنسا وكندا وغيرها. وحتى ولو قامت وزارة الصحة بجهودها وضاعفت عدد الأطباء ورفضت ميزانية أخرى، فالخصاص والعجز سوف يبقى مستمرا. فماذا علينا أن نفعل إذن؟ علينا أن نتوجه إلى الطبيب الذي خلقنا وإياكم، هو طبيبنا، هو معالجنا، هو يداوينا. الله تعالى طبيبنا، الله تعالى هو الشافي وهو المعافي. كان سيدنا أبو بكر الصديق لما مرض قالوا له هل نأتيك بالطبيب؟ قال الطبيب أمرضني وإن شاء شافاني. كان يعلم بأنه لا فعل ولا تقدير إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنك تعلم ولا يخفى عليك شيء من أمر عبادك المرضى والضعفاء والمحتاجين. فاللهم يا رب اشفهم شفاء تاما. اللهم يا رب يا كريم، هذه أختنا مريم مريضة، وكل من كان مريض وكل من كان سقيم، اللهم شافيه وعافيه وداويه. رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اشفنا من كل داء وكل سقم وكل علة، ونتوسل إليك يا مولانا بآيات الشفاء الستة في كتابك العزيز. يا من قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. اللهم يا عفو يا غفور، بحق الطور وكتاب المسطور والسقف المرفوع والبيت المسجور. اللهم شافنا في كل أمر مقدور، اللهم شافنا وعافنا أجمعين. اللهم عجل بالشفاء لكل مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شاف الجميع من الأمراض البدنية، شاف الجميع من الأمراض الروحية، شاف الجميع من الأمراض النفسية، شاف الجميع من الأمراض العقلية. اللهم شافنا وعافنا ببركة الصلاة على مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم أمين. أكثروا أيها الأحباب من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه شفاء. صلوا جميعا على رسول الله، فإنه الطبيب من عند الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. ونعود أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، نتحول اللحظة إلى إقليم الراشدية مع للا مريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الدكتور، بغيتك تدعي لي مع الوالدين ديالي ومع أخوتي ومعي أنا، الله يسهل عليك. يا ربي يا للا مريم. عندنا واحد العكوشات بزاف. لا إله إلا الله. لا، الله يجازيك بخير.
بحاش لنا مريم العكوسات اللي عندك مع الاخوت ديالي وهذا ويانا الله يفرج عليك يا بنتي الله يفرج عليك لالا الله يفرج عليك يا ربي يا كريم امين يا رب لا اله الا الله شكرا لك يا بنتي مريم الله يحفظك ويرعاك يقال اشتدي أزمة تنفرجي الأزمة مهما اشتدت فإن الفرج قريب خصوصا لمن طرق باب مالك الملك إياكم أيها الأحباب الكرام حينما تواجهون صعوبات وتواجهون أمراض وأسقام وتواجهون موانع وتواجهون متاعب إياكم أن تلجأوا إلى الخلق إياكم إلجأوا إلى خالق الخلق لأن الخلق مرزوقين والله هو الرازق ولا ينفع المرزوق إلا الرازق لأن الخلق كلهم ربنا عز وجل قدر عليهم الأشياء والقادر الذي يقدر الأقدار هو الله عز وجل فلماذا أترك الخالق وألجأ إلى المخلوق لماذا أترك الرازق وألجأ إلى المرزوق لماذا أترك القوي وأرجأ إلى الضعيف فالله على كل شيء قدير ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لالا مريم من الأمور التي بها ربنا يرفع الموانع والعكوسات هو ذكر الله بصفة عامة من شأنه أن يرفع عن العبد الموانع والعكوسات لماذا؟ لأن الله تعالى يقول اذكروني أذكركم اذكروني أذكركم ومن ذكر الله تعالى في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه من ذكر الله في الأرض ذكره الله في أعلى السماء ومن ذكر الله قيد حياته ذكره الله بعد مماته فالقبر يصير نورا وضياء للذاكرين والذاكرات الذكر أيها الأحباب الكرام هو أول مفتاح من مفاتيح الفرج وهذا الذكر فيه أشياء كثيرة من بينها لمن كان عنده مشقة في الحياة وصعوبة لا تريد أن تتزحزح عنه فليكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما معناها؟ معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله قانون للأكوان خلقه المولى عز وجل وكل من شق عليه أمر يقول هذه الكلمة وربنا يعطيه لكن عليه أن يصبر ولا يتعجل ويقال بأن الملائكة المكلفين بحمل عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عرش الرحمن وما أدراك ما عرش الرحمن إنه فوق ما يمكن أن تتخيل كل السماوات والأراضين والنجوم والكواكب أمام عرش الرحمن عبارة عن حصاة في فلات يعني عبارة عن حلقة صغيرة في صحراء قاحلة عرش الرحمن أكبر شيء في الوجود بعد الله جل جلاله وقد أمر الله الملائكة الثمانية برفعه فلما أمروا بذلك تهيبوا قالوا يا ربنا أنى لنا أن نحمل عرشك فقال ربنا عز وجل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالتها الملائكة بصدق ويقين فحملوا عرش الرحمن بكل بساطة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويقال في بعض الآثار أن ربنا عز وجل لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له سجدوا لكنه أعفى هؤلاء الثمانية الذين يحملون العرش لم يأمرهم بالسجود لآدم فقال بعضهم لبعض ربنا أعفانا من السجود لآدم لأننا مكلفين بمهمة جسيمة ربنا يحتاج إلينا لحمل عرشه فلما علم الله مقالتهم قال إذن اتركوا العرش فلما تركوه تغاووا وتساقطوا فتمسكوا بالعرش فعلموا أن العرش يحملهم لا هم يحملونه
الله يحمل كل شيء، الله يرزق كل شيء، الله يدبر كل شيء، الله عنده كل شيء. لا تحزن أيها الإنسان، لا تضعف أيها العبد الفقير. إياك ثم إياك أن تنشغل برزقك في الغد، إياك أن تنشغل بمصيرك في المستقبل، إياك أن تنشغل وتقلق على صحتك ولا على أولادك ولا على وظيفتك. إياك ثم إياك، لأن كل شيء بأمر الله. إذا تركت باب الرجاء والناس قد رقدوا فإن الله هو المجيب، وإذا أجابك أعطاك، وإذا أعطاك أدهشك. الله على كل شيء قدير. لأن مريم الله يفرج عليك، اللهم تعالى يفرج عليك وعلى إخوة ديالك والعائلة والأحباب. اللهم ببركة لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله تعالى أن يجعل كل عسير عليكم سهل يسير. أسأل الله تعالى أن يفرج همومكم وينفس كروبكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، وأن يجعل المحبة والمودة فيما بينكم، وأن ينزع حظ الشيطان ونصيب إبليس، ويجعلكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. ونعود مرة أخرى إلى إقليم جديدة مع للا خديجة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور درت الإلحاح بس نعود نعيط عليك، الحمد لله شد لي. الله كنت في الافتتاح وربما تكون في الاختتام، سبحان الله العظيم في نهاية البرنامج. يا مرحبا بك لنا خديجة. الله العظيم أستاذ، هذا نهار مبروك. وكما قلت لك أستاذ، أنا بالنسبة لي أنت ولي الله بدون مجاملة. استغفر الله، الله يطول عمرك، الله يكبر بك. لا استغفر الله، الله يستر علينا جميعا. أمين. الله يرحم لك الوالدين ويرحم لك الأم ديالك ويحفظ لك الأبناء ديالك يا دكتور. يا ربي يا كريم لله. دكتور الله يجازيك بخير وشكرا. انا هي كانت هضرت معاك اختي، وكانت قالت لك اللي كانت قالت لك الاب ديالي مات وخداو ليه الارض ديالو وداك الشيء، وكنتي وطلباتك باش تدي معايا. قلت لها انا هاد المره غنحاول نهضر انا مع الدكتور. ما تفش عقلتي ولا لا دكتور فاطمه؟ هي عقلت عليك لاله خديجه، عقلت لك اختي. الله يرحم الوالدين، الله يعوضكم خيرا. هي عقلت لاله. امين. الله يرحم لك الوالدين، هذوك الدعاء انا سجلته وكنتصنت ليه. الله يرحم لك الوالدين على دوك الادعيه، الله يجعلهم بنيت الوالدين ديالك والوالدين كاع المستمعين. يا ربي يا كريم. يا ربي امين. دكتور انا بغيت غيرك تدعي معايا، وبغيت نعاود لك دكتور، وبغيت الله يجازيك بالخير تعطيني النمره ديالك الا كان ممكن. انا كنقول دكتور الله يحسن عوانه الضغط عليه، ولكن الا كان ممكن، الا كان بكل ممكن. بكل فرحه بنتي خديجه، بكل فرح. الله يرحم لك الوالدين. دكتور بغيت غير نستورك، الله يعطيك الصبر. دكتور انا تنحس براسي ما عرفتش واش عندي العكوسات، واش عندي. دكتور قريت وشديت الدبلوم وما خدمتش، مع انني كنت متفوقه يا دكتور. كنت كنجي الاولى، جيت الاولى في اجازه، جيت الاولى في، يعني ما نقولش لك دكتور. ودابا تقريبا سنين مورا هذا وما خدمتش وعندي الحكس. مشينا احنا يعني اصلنا من الراشدية، كنت مشينا ومشينا عند واحد السيد قال لي عندك ثقافة على الزواج وعلى الخدمة شي، عاوتاني كيقول لي عندك السحر. وانا دكتور قبل ما نجي الموت ديال ابي الله يرحمه كان عندي الاكتئاب، ومشيت عند الطبيب وشربت الادويه وبكيت غير كنعس، وعرفتي وحسيت براسي دكتور بحال داك من النوم حتى سبق القوم والله اعلم. وكان دكتور عندي الحكس، نبغي ندفع شي حاجه، دفعت يا دكتور البرا، دفعت لاي حاجه حاجه. انا كنت اش كيقول لي عندك العين اللي كنهضر معاه. واخر حاجه الدكتور وقع لي انني تهرس غاديه باش ندفع لواحد المدرسه باش ندوز ان ستاج ولا غير نخرج من الدار. فهذاك النهار غدي تهرست انا. دابا كنهضر معاك دكتور وباقي الجلس في رجلي. الله اكبر. يعني ما عرفت يا دكتور، ما عرفت ما حلتي امر، ما حلتي نفسيتي، ما حلتي الفراق الاب، ما حلتي يا دكتور. واللي كثير علي انا ما عرفتش يا دكتور. الناس كيقولوا لي العين، هو مسكين الله يرحمه الاب ديالي كيقول لي بنتي انا شاكه ضربك العين. انا بنادم كان كيكون انسان كيكون حاضيك، ما عرفتش. انا كنقول والله اعلم، يعني كلشي الله، كلشي بالاذن ديال الله. ولكن يا دكتور داك الشيء كيجيني مخاويف، بديت كنقول يعني اذا كانت تبعك العين والسحر وداك الشيء يعني مذكور في القران، ما كنعرفش شنو غادي ندير يا دكتور، واش من طريق غادي نتبع. يعني قلت لنا دكتور نبقى نقرا سوره الصافات، كنحاول نقراها وندير الصلاه على رسول الله، والله يعاوننا زعما على الذكر وعلى القران. ولكن يا دكتور ملي كيجيوك دوك ما كتعرفش راسك اش من طريق غاتشد، واش نمشي عند الطبيب، واش نمشي عند الفقيه، واش نمشي، واش انا اذا كان يعني الطبيب اش غيدير ليا الا كان هذا الشيء سحر وعين. وما عرفتش. وانت دكتور فاش كنتي قلتي الدعاء ديالي داك النهار قلتي لا ربنا القدر ديالي وباقي ما فتاتحش. وانا كنحاول نطلب الله دكتور وكنديرو وكنبكي ليل ونهار، واللي تيبقى فيا اكثر دكتور والام ديالي مرته معايا. ودابا مشات مؤخرا عند الطبيب لقى عندها طونسيون، تنحس براسي بحال انا سبب في الاساس ديالها.
واسمح لي دكتور طولت عليك وبلا ما نهضر على المشاكل كما قالت لك داك الارض اللي واخدين الوالد ديالي وزعما الناس الرشيديه كنا كنقولوا الناس دريسين وناس هذا ولكن لا اله الا الله طمع اعمال الناس وزعما لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا دكتور راني متوتره شويه راني نكون كنهضر من هنا ومن هنا اسمح لي. لا اله الا الله الله يفرج عليك. ودكتور والله بغيتك يا دكتور دمايا وبغيت نعرف انا كنتمنى من الله زعما شي مخرج انني ربي كما قلت يا ربي غير حال الاحوال لا حال احسن دار الحال لا ليا لا دوك الناس لا دوك الناس اللي كنسمع شي مرات انا كنشوف الهم ديالي وكنسمع دوك الناس وتندكيو معاهم ونامنوا معاهم ونطلبوا لهم الله الشفاء يا ربي شافيهم جميعا هاد الناس اللي كيتصنتوا ودوك الناس اللي مكفوفين يا ربي يعوضهم في الدنيا في الاخره ويعوضهم تيبقى فينا الحال تنقول بلاتات حنا همومنا اقل من الناس ولكن لا اله الا الله النفس ضعيفه يا دكتور تتحس براسك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسمعوا الهموم ديال الناس تنتأثروا ولا إله إلا الله محمد رسول الله ما دكتور بغيتك تنصحني وبغيتك تدعي معايا الله يكثر خيرك والله يجعلك يحفظك كما قلت لك دكتورة كانت عزيزة على الأب ديالي أنا اللي قالت لك أخت أنا لمن كان كيقول لي وريني الصورة ديال الدكتور كريبان جبتها لي درت في جوجل بحال هكا قال لي تبارك الله ما شاء الله قال لي لا هذا الإنسان طيب كلي عمرني ما سمعته خص يعمر تقلق في الراديو ولا عمره انسان لا اسم على مسمى ما شاء الله عليك سعادات الام ديالك سعادات الزوجه ديالك والابناء ديالك والله انت بركه عليهم قسما بالله يا ليتك كنت غير جارنا يا ليتك كن غير والله العظيم يا دكتور زعما سعاداتك دكتور سعاداتك ما كان الله يعلي مقامك دكتور وكنشكرك بزاف والله العظيم كتنوسنا وكنصنتو ليك زعما لا اله الا الله زعما اصطفاك الله من خلقه بارك الله فيك بنتي خديجه بارك الله فيك الله يحفظك زعما بدوني مجامله والله العظيم يا دكتور وكنشكرك بزاف والله يجازيك بالخير وكنسالك يا دكتور الدعاء ليا والاخ الاخ ديالي تمام هذا كان خدام ومعاد الكورونا ما خدمش كان خدام برا وصدق رجع كنت بغيت لك الدكتور دعينا سهل عليه الله يرجع واحد الاخ ديالي توا عنده دكتور بحال ما عرفت ماشي قد شي خدام بحال ما عرفت كيفاش نقول لك دكتور حسبوها في الاستماع ما بغيتش لا اله الا الله بغيتك دكتور دعي معاه لا حيلة له نقول لك دكتور لا حيلة له لا حيلة له بغيتك دكتور دعي معاه ومع الاخوه ديالي ومع الاخت ديالي حتى هي بغيتك دعي معاهم كاملين دكتور ومع الجميع وسمح لي يا دكتور سمح لي ما نطولتش عليك العفو بنتي بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا اول حاجه نطلبوها في هذا الوقت المتاخر من البرنامج وهذا الوقت المتاخر من الليل لعله يكون ساعه اجابه نسال الله تعالى ان يرحم الوالد لعل هذه المكالمه تكون غير جات بذكر اسم الوالد وقد توفي وانتقل الى رحمه الله اللهم يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم تقبلوا عندك ضيفا مكرما منعما في عرصات الجنات اللهم اسقه شربة ماء من حوض النبي لا يضمأ بعدها أبدا اللهم يا ربي أسعد مقامه وبوئه مقعد صدق عند ملك مقتدر اللهم لا تسئه في بناته اللهم لا تحزنه في بناته يا ربي هذه بنت من بناته لاله خديجة تعاني الأمرين أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك ويداويك يا رحمن يا رحيم وهذا الأخ الذي في زمن الكورونا توقف عن العمل هذه ظاهرة عامة نسأل الله تعالى أن يرزقه رزقا حسنا الله رزاق ذو القوة المتين إذا أغلق بابا يفتح بدله أبواب فالرزق غير مرتبط بالكورونا الرزق هو عند الرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون أسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرزق الحلال الطيبة المباركة وأسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأخوات والإخوة وأن يسعدكم لالة خديجة ما ذكرته الآن فعلا هناك من عنده العكوسات هناك من عنده الطف هناك من عنده السحر هذه أمور ثابتة لا ننكرها الحياة الدنيا مليئة بالخيرات ومليئة بالشرور والعياذ بالله فالعكوسات هي حقيقة هناك من عنده العكوسات كتسمى التابعة التابعة مثل الظل تتبعه أينما وضع يده تسبقه وتغلق عليه الأبواب وهناك الثقاف الثقاف هو مربوط إنسان مربوط في رزقه في زواجه في إنجابه في تجارته
هناك الثقاف الذي يكون مربوط بولاه لا يفك. وقد يكون هناك السحر أيضا. السحر هو أوهام وخواطر تهجم على الفكر وعلى النفس ويصبح صاحبها كالمجنون. هذه كلها من الأمراض الروحانية وربنا عز وجل حذرنا منها. ربنا خلقها كما خلق الله الخمر وخلق لحم الخنزير وأمرنا بعدم الاقتراب منهما، كذلك خلق الله هذه الأمراض الروحانية، وهي علوم يتعلمها بعض ضعاف الإيمان يؤذون بها الناس. هناك من يتعلمها كتكون مقصودة ويؤذي بها الآخرين. هناك من وقع له ابتلاء من غير اعتداء من جهة، ابتلاء من عند الرحمن. هذه الأمور إذا 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 ضاقت على الإنسان فإنه يتحول إلى الاكتئاب، لأن يرى شبابه يذبل والسنوات تمضي وأقرانه قد حصلوا على أعمال ووظائف وربما تزوجوا وأنجبوا وهو لا زال واقف، يشعر بأن هناك ضيق، وهذا الألم الفظيع يتحول إلى نوع من الاكتئاب والاضطراب النفسي. وخصوصا حينما كلما أراد أن يبادر وأن يقاوم تلقى عقبة، كالتي ذكرت الآن أنك غتمشي للكونكور أو غتمشي لواحد الانتروتيان لقيت هناك كسر، يعني تشعر بأنك مهدد وأنك مرصود وأنك منظور. فهذا أمر واقع جدا لا ننكره. وربنا عز وجل كما خلق الشر في الوجود أشكالا وألوان وقع هذه الأشياء، فالإنسان إذا أصابه شيء من ذلك كيف يمكن أن يزول؟ يزول بأن يقطع الصلة بالخلق أجمعين ويبقى يتمسك بحبل الله الممدود وبالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهو السميع العليم، يدعو الله عز وجل بالليل والنهار لكي يرفع عن هذا الشدة. فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، هذه أختنا خديجة وأمثالها كثر، ارفع عنهم يا رب العالمين هذه الموانع، ارفع عنهم هذه الشدائد، ارفع عنهم هذه العكوسات، وأبطل عنهم هذا السحريات، واحفظهم من الاكتئاب، واحفظهم يا ربنا من كل الموانع والأشرار. اللهم إنا نعوذ بك أنت السميع العليم من الشيطان الرجيم من غمزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله نرقي أنفسنا من كل شيء يؤذينا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا. اللهم يا رب العالمين بعزتك التي لا تران نعود، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها نستجير. نعود من شر إبليس وجنوده، ومن شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم يا رب العالمين نعود بك بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، نعود بك من شر ما خلق ودرأ ومن شر إبليس وجنوده، ونعود بك من همزة الشياطين وأن يحضرون. تحصننا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا وربي كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، استدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، استدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله
لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة أختنا خديجة وأخواتها وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم شافي الجميع وعالج الجميع، اللهم وارفع الموانع، اللهم وادفع العكوسات، اللهم وفك السحر، اللهم وأبطل العين. اللهم يا رب احفظنا وإياهم بالسمع المتاني والقرآن العظيم، احفظنا بما حفظت به الكتاب العزيز، وارفعنا بما رفعت به مقام الكعبة المشرفة، واجعلنا يا رب في كنفك وفي حفظك. اللهم ارزق أخواتنا وإخوانا القبول، ارزقهم القبول في الأرض والسماء. اللهم ارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الطيبة، وارزقهم الرزق الوفير والخير الكثير بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم امراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم اعداءنا فاكفنا شرهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.